حذرت الكتيبة في فيديو بث على موقع فيسبوك المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعاته بلا توافق عام سيوقع في المدينة الشقاق، وسيجر طرابلس إلى فوضى عارمة، ومن الأولى على السياسيين العقلاء أن يقللوا من الانقسامات ويسعوا للوحدة والاجتماع، فيكفي من التلاعب باسم الثورة وباسم الشهداء، والنجاح الحقيقي في وحدة الكلمة وبسط الأمن وخدمة المواطن وحفظ الدولة. اجتمعوا على أساس وطني متين وتوافقوا على مبدأ عملي عام، أوقفوا مهزلة التشظي والانقسام وأصلحوا ذات بينكم، ويكفي من العبث والفوضى. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر زوروا الوسط.ly.